حديث عن إفلاس الدولة حذرت منه تقريبا منذ شهرين رئيس الحكومة الإيطالية ميلوني، واليوم وزيرة المالية نفسها تحكي وتحذر من هذا السيناريو. إن شاء الله ما نصلوش ليه، ولكن عندما تتكلم في مجلس النواب كأداة ضغط، لأنه مش تسلفوا من البنك الأفريقي مش تسدوا به الديون، الآن أمام الأمر الواقع. اللي يهمنا الآن التدين الصحيح أن نعطيه العشرية الفارطة وتحت ضغط الترفيع في الأسعار تورط الحكومات السابقة في المديونية، لكن كان وعد سعيد ليش قامه بالجرس الاستثنائية؟ مش وقف النزيف. سؤالنا إلى أي حد هالسلطة هذه في العامين هذوما مشات في وعودها في وقف المديونية، ولا أنا قاعدة تغرق فينا يوم بعد آخر مواصلة في نفس السياسات؟ والدليل البارح سمعت في البرلمان عمل قانون، هاو أول ما يصادق على القروض اللي كان يلحق به سعيد على البرلمان السابق، هاو البرلمان الجديد أول حاجة أول تصريحاتها شفنا يعني في قرض جديد. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. في الحقيقة خلينا نرجع ساعة لتصريح الوزيرة، أنت قلت كلمة، قلت أنه ضغط بشكل من أشكال الضغط، وتقصد بالطبع تقصد ضغط على النواب وعلى الكتل من أجل أنها تمرر المشروع هذا، وهذا ما هو ضغط، هذا تياتر مسرح، لأنك أنت تتحدث على مجلس نواب طيعة اللي يقولوا له أعملوا يعني، فقط هي عملت عملية استعراض أني متطلبات الديكور متطلبات المسرح، أني قمت بكذا وأني ضغطت وأني مهم كذا، وفي الأخير هبوا. إذن ما عنده حتى دخل من أنه تطرح في المسألة هذه من أجل الضغط على النواب، وكأنك هنا وكأن في صورة برلمان حر ويتصرف من تلقاء نفسه وقادر أنه يعطل القرض، ولا السيد الوزير قاعد تدفع بقوة من أجل أن تستخلص القرض ذي وتستخلص توقيع وتستخلص مصداقة البرلمان. مش صحيح لأن هذا تماما السيدة هذه مش تعمل تياتر. هذا الإجابة على وطبعا داخل التياتر هذا هي عملية تجريع المجتمع وتعويض المجتمع على عبارة إفلاس، لأنه في الأخير الناس هذوما قاعدين عندهم قناعة وعندهم قدرة وعندهم فهم، في الأخير عندهم حدود الدنيا، خاصة الفريق الوزاري اللي يخدم معه عنده حدود الدنيا، خاصة جماعة التكنوقراط، أنه الأمر ماشي المرحلة هذه ماشي الفلاس وماشي الأمر خطير جدا. فشنو هو الحل؟ شنو الحل؟ أني أنا بال 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 بالخطاب هذا نعود الساحة، ندربها نختلها على المفهوم هذا، حتى بعد بالمراكمة بشوي بالقطرة كما قبلت الناس أنا تنتقل من حرية إلى دكتاتورية، كما قبلت الناس أنا تنتقل من نعم ما ثم حتى حد يفكر ولو يجرأ يفكر أصلا أنه ثم صفوف بشتوقع صفوف على الخبز في تونس، إلى صفوف كما الناس قبلت أنه مشاهد طويلة وصفوف طويلة في الشارع الناس تتضارب على سميت، وأنه مولا الكاميون يضرب ويسكر وهم يحلوا مشهد في كأنه في غابة بتاع ضباع، وطبعا ما مثلش المواطنين بالشكل هذا، ولكن الغالب المشهد هو هكاكا ناس تحب تخطف واحد يحب يغطي هيمن على الجثة بتاعه والأخرين يحبوا ياخذوا. وصلونا الأمر هذا، نعم المشهد ذاك مشهد تاريخي، أنا شفته المشهد ذاك، شفته للمأساة، شفت مشهد ذاك في مواقع جزائرية ومواقع مصرية للأسف شفت فيها المشهد ذاك. إذا نحن وصلنا إلى الحضيض. أي أستاذ نصر الدين، وصلنا للحضيض كما قلت، بالفعل المواطن العادي مثله مش عليه، صدق الوعود الآن أصبح بالقوة يفك، يعتمد على القوة الجسدية باش يفتك كيس متاع سميت ولا فرينة من الكمائن المتعدية. ده وزيت المالية اليوم تحكي على الإفلاس، ما حكيت عليه ميلوني، لكن في نفس الوقت تسمع خطاب الرسمي سنعول على نفسنا سنبني مشاريع كبيرة، تسمع المثل عندنا احنا في البلاد في المزونة في سيدي بوزيد، واحد روح في الليل قالها بربي طيبين خبز زوجته يعني كسرة، قالت له الفرينة مش موجودة، قالها بربي طيبين حتى عصيدة. تو باش تعملها تو ليه؟ تو احنا نحكوا على الوزير تحكي على الافلاس وسيد رئيس الجمهوريه يحكي على المشاريع العملاقه. اي خلينا نشوفوا قيس سعيد عنده جانبين. الجانب الاول انه الرجل هذايا يقعد يرقع خطاب، يرقع يعطيك يصدر لك كلام، يصدر لك وعود واهي، يصدر لك الاساس نتاعو. شنو هو الاساس نتاعو؟ انه عنده برنامج ماشي فيه تحت اي طابع،
طيب يقول انت علاش يعول على البرنامج هذا؟ موتو يقع في جار، لا هو معول على القبضة الأمنية. وشفنا كيفاش انه تدرج وين وصل. بدينا قبل مش يكون يقول قال اعطوني ترى شكون مشدود. هذا ما يتكلموا ويقولوا ويسبوا وكذا وكذا ما شديت حتى حد. وشكون شد وين وشكون شد راه. وبعد ولينا الان وصلنا لمرحلة قريب نوصل مرحلة اعطوني شكون ما تشدش. نعم. قبل وتشد وتو اعطوني شكون ما تشدش. إذا هو ماضي في المسألة هذه ماضي تحت أي طائر تحت مهما تكون التداعيات. هو إنسان حط في رأسه أني أنا كاسحة باش نمضي كلها ترقيع كلام ضايع والتخريجات هذه والاتهامات والتعويل على نفسه كلها. هو ماضي مشروعه نهار ما تنهارش هذه حاجة أخرى. ليش تقول أنت ختم واحد يمشي الانتحار؟ هذا هو ديما نعيط ونقوله نحن راهو المجرمين الحقيقيين مش هو، هما اللي هزوه وهما اللي عملوا قدموا ليه كرافعة ويعرفوا لرجل أمي تماما على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي. وشفنا مؤشرات باللحظة خليني نكمل الفكرة فقط. الحاجة الأخرى دي ملمح لها قيس سعيد والمختصين يزم يتكلموا، المختصين اللي ساكتين يزم يتكلموا، يلوح لها قيس سعيد يقول لك يزم نعاونوا على أنفسنا ويعمل في إشارات. وين الإشارات أنت؟ تعاون على نفسك. عندك حاجتين، عندك انك تطلع من الجبايه من داخل تصبح عندك توسع الجبايه، وهذه كارثه ما عندك انت جبايه اللي اسمع الناس ما عادش عندها وتو. والحاجه الثانيه انك تعود على رؤوس الاموال. ثم حاجه مش فاهمينها المواطنين البسطاء.